البريد انها مهنه قديمه يا ساعه البريد، ما الذي اتى بك الينا؟ أريد أن تعطي طالبة الرسالة، لماذا لم تصل هذه الرسالة اسم جسم أو على أسفل؟ لماذا؟ لأنني أنا ساعة بريد. ساعة بريد مهنة قديمة يا بنات، لابد أنه قطع آلاف الأميال من الطيور المهاجرة، وقطع وأبحر كثيرا في الزمان حتى عاد إلينا، وهي دابته التي حملته تقف في الخارج. لمن هذه الرسالة يا ساعة بريد؟ أين الطالبة حبيبة؟ تعالي لك رسالة من ساعة بريد. ترى يا بنات ماذا مكتوب في هذه الرسالة؟ أحسنت، تفضلي. هل معك رسالة أخرى؟ نعم. لمن؟ للطالبة فريد عاطف. أين فريد عاطف؟